الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة. وبعد إخوتي الكرام، أطلنا في المقدمات من أجل معرفة هذه المعاملات المعاصرة التي قد جدت لنا. كانت هذه المقدمات من أجلها في هذا الباب الكلام على التبع، وأنه يغتفر في التابع ما لا يغتفر في الأصل، وبيان ذلك، وإن لم نكن وسعنا القول فيه لكن بيناه وأيضا أشرنا إليه. وهي مسألة مهمة، مسألة يغتفر في التابع ما لا يغتفر في الأصل. ممكن تتذكرها كما قلنا، أن تشتري الأرض وفيها النخل، والنخل طبعا الثمر لم يبدو صلاحه، ويصح البيع وتصح التعاقد وما ذلك إلا لأنه جاء تبعا، يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحه حتى تحمر حتى تصفر. فقلنا إن اشتراها تبعا فيغتفر في التبع ما لا يغتفر الأصل. هناك أيضا الكلام على المواطأة، على الجمع بين العقود، وهو مسألة الاشتراط، الاتفاق المسبق، يعني التواطؤ والاتفاق المسبق بين الطرفين على العقود المركبة. قد تقع لفظا، وقد تقع إشارة، وقد يقع بالتراضي بينهم، يعني بين المتعاقدين. فهو اتفاق بين طرفين على إجراء عقود وإنجاز وعود فيما يستقبل من الزمان، واتفاق بين المتعاقدين على إجراء عقود وإنجاز وعود فيما يستقبل بين الطرفين. وهذا يعتبر بالنسبة، يعني المواطأة هنا تعتبر بالنسبة للتوصيف الشرعي أنها شروط مسبقة على العقد. الشروط التي تسبق العقد للفقهاء فيها قولان. القول الأول قول الحنفية والظاهرية والشافعية، وهو المشهور مذهب أحمد، هو أن الشرط المتقدم على العقد لا يعتبر كالمقارن. هذه مهمة لابد تفهمها جيدا، لا يعتبر كالمقارن، والمعنى بأنه لا عبرة له، يعني لا يؤثر في التعاقد. ولذلك العمراني في البيان قال: أما إذا كان الشرط قبل العقد فإنه لا يلحق بالعقد. سيأتي كلام على الكتاب والمشاركة في البورصة وبيع الأسهم وشراءها، كل هذا سيأتي. لكن النهاردة سأكون موجزا في هذه المقدمات حتى نصل إلى الهدف، وهو الكلام على العقود المركبة. الله يغفر لنا ولكم يا رب، يهدينا ويهديكم، ويحسن أخلاقنا وأخلاقكم، ويطيب قلوبنا وقلوبكم، اللهم أمين. الأخلاق رأس أمر الإنسان. فنقول هنا بالنسبة للمواطأة، وهي يعتبر شرط مسبق. الشرط المسبق كما قلنا بأنه الشرط المتقدم على العقد لا يعتبر كالمقارن، هذا عند الحنفية والظاهرية والشافعية، وهو أيضا عند الحنابلة. بوركت وجزاك الله كل خير، نفع الله بك أمة الإسلامين. العمراني في البيان قال: وأما إذا كان الشرط قبل العقد فإنه لا يلحق بالعقد إن كان صحيحا، ولا يبطل به العقد إن كان الشرط فاسدا. وهذا مهم جدا في هذا الباب، بأنه المسألة على أن الشرط السابق لا عبرة به، الشرط السابق لا عبرة به. وأيضا النووي قال: الشرط السابق لا يلحق بالعقد ولا يؤثر فيه، فلا يلزم الوفاء به ولا يفسد به العقد وإن كان شرطا فاسدا، لأن ما قبل العقد لغو، هكذا النص. القول الثاني في ذلك عند الحنابلة، قالوا بأنه يعتبر كالمقارن، واستدلوا بعموم الأدلة: يا أيها الذين أمنوا أوفوا بالعقود، أوفوا بالعهد، إن العهد كان مسؤولا، والذين هم لأمانتهم وعهدهم راعون. كل ذلك المقارن صراحة، وليس فيه دلالة على السابق. واستدلوا من السنة في قوله: المسلمون عند شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. هنا يفيد المسلمين أمر المسلم بالوقوف عند توليه، وأيضا كل ذلك يوجهه أصحاب القول الأول أنه على المقارن. والمواطأة مواطأة على الحياة الربوية. الحياة الربوية محظورة، وكمسائل العينة ومسائل التورق طبعا، وأن الأئمة الأربعة قالوا بجوازها، ابن تيمية يقول بحرمتها، لأن ده تواطؤ على الربا، ولأن هذا هو أصل كلام ابن عباس وكلام عمر بن عبد العزيز. دراهم بدراهم بينهما حريرة. فيكون هنا مسألة التواطؤ على الوقوع في الربا، على التحايل في الربا، كالتورق وكالعينة أيضا.
والتقاطع على حيط الربا، ربا الفضل، اذا باع مدي تمر برضي بدرهم ثم اشترى بالدرهم منه تمرا جانبا، او اشترى من رجل دينارا صحيحا بدراهم وتقاوضهما ثم اشترى منه بالدراهم قرادة من غير موطأة ولا حيلة فلا بأس. هذا قول الشافعية، لكن كانت الموطأة فإنها حيلة على الربا، والموطأة على ذرائع الربا أيضا تقع على موقعة الربا، حقيقتها التوسل بما هو مصلحة لا مفسدة، يعني استخدم وسيلة حلال يصل بها إلى ما هو محرم. نعم، يبقى لنا أن نقول هذا إجمالا يعتبر تتمة للمسألة المهمة جدا، وهي مسألة التطبيقات المعاصرة على العقود المركبة، وننظر فيها في المصارف الإسلامية. أعظم وأبرز المعاملات المالية المعاصرة في المعاقدات المركبة المستحدثة ينضوي تحتها يعني كل صفقة اتفاقية على الصفقات من مجموعة عقود وشروط ووعود مسبقة. نعم، لا تقبل الانفصال، هذه العقود يعني تخضع في أحكامها إلى القواعد الكلية الشرعية، وهذا الذي أردناه، أن كل جديد لابد أن يخضع إلى كلية معينة، يخضع إلى القواعد الكلية العامة المستحدثة، هذه لها صور تخضع القواعد الكلية الشرعية، لعموم قول الله تعالى يا الذين أمنوا أوفوا بالعقود، ولأن الإنسان قال المسلمون عن شروطهم، ولأن الأصل في المعاملات الحل إلا أن يأتي دليل على الحرمة. إنه يراعى في العقود المركبة المستحدثة الضوابط الشرعية العامة للجمع بين العقود في صفقة معاملة واحدة. من هذه الصور صورة التطبيقات، طبعا التطبيقات العملية في المصارف الإسلامية نبدأ بها لأنها مهمة جدا في هذا الباب. المرابحة للأمر بالشراء، هو قل للشيخ عبد الرحمن ممكن يسجلها، والحمد لله سلفي يسجلها لكم أيضا، جزا الله كل خير على ما يفعل للمسلمين. يعني المرابحة للأمر بالشراء، الأمر بالشراء، هذه عقود المرابحة في المصارف الإسلامية كيف صورتها؟ نصورها لكم. أولا أنه بيأتي زيد يريد يشتري سيارة، فيأتي إلى المصرف الإسلامي ويقول أريد سيارة، والوكالة بعيد عن البنك والبنك لا يملك سيارات، فيقول له ما نوع السيارة، فيقول له السيارة، فيكتب نوع السيارة وما يريد من السيارة، ويتصل البنك بالسيارة بالوكالة ويعلم ثمن السيارة ويضع عليها الزيادات، ثم يأتي زيد غدا فيقول له يمضي عقد اسمه عقد الوعد بالشراء، بيمضي عقد هناك اسمه عقد الوعد بالشراء، وده طبعا ضمان للبنك حتى لا يخسر، شوف لأن البنك ممول، شوف هو يمضي العقد بالوعد بالشراء، وأيضا بيكتب له الشيكات، بيقول له السيارة تعمل 500,000 فيكتب له الشيكات ويعطيه إياه، ويمضي العقد بالوعد بالشراء، ثم يقول له لا تكتب العقد حتى تستلم السيارة، فيتصل بالوكالة ويقول له اذهب للسيارة خذ السيارة، للوكالة خذ السيارة، يذهب للوكالة خذ السيارة، ويأتي يعطيهم الشيكات وعقود البيع. فهذه هي صورة عقود المرابحة في المصارف الإسلامية. قد نقول أنه في بعض التغيرات على ذلك، يعني العميل بيطلب من المصرف الإسلامي أن يقوم بشراء سيارة معينة نقدا ثم بيع له بالنسيئة، شوف هو اللي أمر بالبيع أو الشراء، يعني لم يكن البنك تاجرا ولا بائعا، هو يشتري السيارة ويضع لها الربح المناسب ويقول له على البيع مرابحة بكم، على التنجيم يعني على التقسيط، يقوم المصرف عقب ذلك بشراء تلك السلعة المطلوبة لها السيارة مثلا، ثم يبيعها بعد تملكها من العميل مرابحة وافق ما سبق الاتفاق عليه، على أساس مرابحة أنه يقول له هي بمئة، أنا اشتريتها من الوكالة بمئة وأربح عليك 20 في سنة، وأربح عليك 20 في سنة، ويتفقان على التنجيم. فهذه عملية الآن منظومة متكاملة ومعاملة واحدة مترابطة الأجزاء متوالية المراحل، يكون يجري فيها التواطؤ الاتفاق المقدم اللي هو الوعد بالشراء، وافق النسق والترتيب قبل إنشاء عقودها وإنفاذ وعود الغرض التمويل المحدد، حيث إذا اختل شيء من نظامها أو تعطل أحد أجزائها فأتى الغرض المقصود ولحق العقدين أحدهما نتيجة ذلك ضرر جسيم. فيبقى الوعد بالشراء هنا لتفادي الضرر الذي يحدث من المشتري إذا قال تراجعت وما أريد أشتري، إذا قال تراجعت وما أريد أن أشتري. هذه الصورة صورة عظيمة جدا، يعني صراحة فيها ما فيها من النظر الذي لا أعلم به إلا الله جل في علاه.
لما؟ لأن المرابحة هنا، المرابحة هنا في هذا الباب. أولا العقد الأولي، العقد الأولي هذا شرط، يعتبر شرط مسبق على العقد، على عقد البيع، أو شرط مسبق على عقد البيع. والشرط المسبق على عقد البيع كلا بيع، كلا بيع يعني كلا شرط، يعني له أن يتراجع. وأيضا الوعد الملزم غير ملزم. الحقيقة أن الوعد الملزم قضاء لا، الوعد الملزم ديانة لا قضاء. وهنا هم يتمسكون بكلام المالكية أن الوعد الملزم ملزم قضاء وديانة، ملزم قضاء وديانة، هم يقولون بذلك. هذه أول مخالفات. الأمر الثاني بأنه بيقول له اذهب فخذ السيارة، فالعميل هو الذي يذهب يأخذ السيارة. فشوف المحاذير التي تقع في هذا العقود المركبة. يذهب يأخذ السيارة ويكون قد كتب العقود وأعطى الشيكات قبل حتى ما يتملك البنك السيارة. فهنا أولا الوعد الملزم هذا يعتبر عقد جديد، ويبقى هنا دخل في عقدين في عقد، ويدخل فيه التغرير. وأيضا يكون هذا إلا أو نقول أن هذا شرط مسبق للعقد، فالشروط المسبقة للعقد تكون لا شيء، كلا شيء. يعني الرجل مش ملزم يأخذ منك السيارة لو أنت اشتريتها منك الوكالة وأتيت بها للبنك، لكن هو لا يفعل ذلك. هذه المحظور الأول. المحظور الثاني في ضوابط المرابحة، المحظور الثاني هو أنه 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 بيتصل بالوكالة بيشتري منه، وبعدين يضع المال الذي يضعه عليه مرابحة، يعني تقسيطا وتنجيما، ورجل يعطي الشيكات، لكنه بيعطي الشيكات قبل التعاقد، بيعطي الشيكات عند الوعد الملزم قبل التعاقد، وهذا أيضا يعتبر بيع ما لم يملك. والأمر الثالث المهم جدا أنه بيقول له اذهب فخذ السيارة من الوكالة. الوكالة تقع تحت ضمان السيارة، تقع تحت ضمان الوكالة، لو حدث لها شيء هي من ضمان الوكالة. فيبقى هنا دخل في النهي الثالث، وهو ربح ما لم يضمن، ربح ما لم يضمن. أيضا بأنه يبيع قبل أن ينقل، قبل أن يحوز، قبل أن ينقل، يعني قبل أن يقبض قبضا تاما. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، قال من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه، حتى ينقله، حتى يحوزه. وهذه الألفاظ المتقاربة كلها مفادها هو تمام الملك ليصح البيع. بانفضاض المجلس حصل الملك، أصل الملك، لكن تمام الملك لا يكون إلا بالقبض والنقل، تمام الملك لا يكون إلا بالقبض والنقل. يبقى هذه أيضا فيها أربع محاذير في مسألة المعاملة بالمرابحة للأمر بالشراء، المرابحة للأمر بالشراء على البنوك الإسلامية. لأن البنوك الإسلامية لا هي بتمتلك ولا هي بتنقل، لا هي بتمتلك هذه واحدة، ولا هي بتنقل هذه الثانية، ولا هي أيضا ولا هي أيضا في هذا الباب تشترط شروطا تصح مع العقد. هذه محاذير كثيرة من هذه المحاذير التي لا يجوز العمل بها. ويكون هنا المرابحة للآمر بالشراء دخلت في نهي ما لم يضمن، ربح ما لم يضمن، وبيع ما لم يملك، وأيضا فيها العقدين في عقد بما فيه من التغرير، والشروط المسبقة ليست المقارنة، الشروط المسبقة ليست المقارنة. يبقى هذه مسألة البيع، بيع المرابحة، ما لها وما عليها في البنوك الإسلامية. عندهم النت عندهم ضعيف جدا. يبقى إذن هذه التطبيق الأول في تطبيقات المصارف الإسلامية في المعاملات المعاصرة بمسألة المرابحة لأمر بالشراء. جيد. في هناك أيضا صورة أخرى، وهي صورة أيضا في التعاقدات بين مع البنوك الإسلامية، وهي التعاقدات التي يعني قد أجراها البنوك الإسلامية ينظرون فيها، وهي مسألة الإجارة المنتهية بالتمليك. الإجارة المنتهية بالتمليك، الإجارة المنتهية بالتمليك هذه هو صورتها أن المصرف الإسلامي يشتري سيارة، هذه السيارة بخمسمائة ألف، ثم يقول لك، طبعا البنك لا يريد أن يخسر ويعلم أنك لا تملك المال، فيقول لك أنا أؤجرها لك بإيجار شهري مثلا 5000 لمدة 5 سنوات حتى يصل إلى ثمنها اللي هو اشتراها بها مع الربح اللي هو وضعه 5000. وبعد انتهاء 4 سنوات ونصف أنا سأنقل العقد من الإيجار إلى التمليك تلقائيا ملزماً بذلك. هذه معناها الإيجار المنتهي بالتمليك، وهذه أيضا تجري في المصارف الإسلامية.
وهذا ايضا تواطؤ، يعني شرط مسبق، تواطؤ المصرف مع العميل. قيام المصرف بتاجيل العين الاستعماليه التي يملكها العميل باجره محدده الى اجل معين. الاجل دوت طبعا من اجل ان يكون قد حصل ثمنها، وتطبق تطبق على العقد جميع الاحكام الشرعيه المتعلقه باجاره اجاره العين. يعني الجواز الشرعي لا ينافي الضمان، هذا في هذا الباب. فاذا قيام المصرف بتاجير العين الاستعماليه كما قلنا الاجير. الثاني، وعد المصرف للعميل بهبه تلك العين له عقب انتهاء عقد الاجاره. يعني اذا كانت الاجاره انتهت فيقول له وهبنا لك هذه السياره، وهبنا لك هذه السياره، ووفاء جميع الاقساط للمصرف يقول له وهبناها لك، او يجعلها متملكه له باجر زهيد. يعني عربيه ب 500,000 هو اجرها 5 سنوات، فيقول له وتتملكها ب 5,000. فيكون اذا انتهت مده الاجاره يقوم المصرف الاسلامي بانفاذ العقد او الوعد الذي وعده بان يهبها له. يهب المصرف بعقد مستقل يعقب عقد الاجاره العين للمستاجر هبة مضافة إلى وقت انتهاء عقد الإجارة، ومعلقة على شرط سداد كامل أقساط. حيث أن الغرض والقصد من عملية الإجارة ومنتهى التمليك تمويل العميل المستأجر أولا ثم الموهوب ثانيا عن طريق مخرج شرعي. هو يريد مخرج شرعي، لأن هذا لا يجوز شرعا، فيرد المخارج الشرعية. عن طريق المخرج الشرعي يتضمن اجتماع عقدي الإجارة والهبة في صفقة واحدة ومنظومة مترابطة. يقول له إجارة وقبل أن ينتهي نصف عام أملكك إياها. لا تقبل التجزئة وقطع شيء من أجزائها والجزاء بالباقي، فقد جرى العرف التجاري والمصرفي على اعتبار التواطؤ المتقدم على العملية بين الطرفين بمنزلة الشرط المنصوص عليه في صلب اتفاقيتهما في الصحة والإلزام، إذا يخفى اتجاه إرادة العقدين وقصدهما إليه منذ البداية. هذا المطلوب أصلا، وما تعاقدوا إلا لذلك. فالإجارة المنتهية بالتمليك هذه معاملة مستحدثة، الغرض منها تقديم بديل مشروع للتمويل القائم على أساس القرض الربوي. وهي بحسب نظامها حيلة للتمليك. هذه حيلة من الحيل، حيلة للتمليك العين المحددة بثمن مؤجل يسدد على نجوم معلومة، وهي يسمى بإجارة، والإجارة لا تملك، هو لا يتملك المنافع. ثم يملكه العين كما قلنا بسعر زهيد أو بهبة. يعني شوف الاخطار بقى اللي تاتي لو رجل توقف عن قسطين يسحبوا له منه السياره ولا شيء له، واين بقى التزام بالعقد بعد ذلك عند الانتهاء؟ طبعا وفقا للنظام يحكم المعامله متكامله تهدف الى اداء وظيفه محدده بلوغ غرض معين اتجهت اراده العقدين فيما، وهو تملك السياره بعد عقد معين، ويكون المبلغ قد سدد لهم بالتقسيط بحيث انها لا تحل حراما ولا تبطل حقا ولا تسقط واجبا ولا تتضمن جورا او اكلا لمال الغير بالباطل، بل ان فيها مصلحه معتبر شرعا تتجسد في صيانه حق وبدل كل من العقدين. هو المساله كلها لو فعلنا ذلك اعتبر البنك كما هو على ما هو ممول وليس بائعا وشاريا، يعني ليس تاجرا. والمحظور الثاني في هذا الباب الغرر الذي يحدث، السياره على 6 اشهر بعد 5 سنوات كيف تكون؟ لا يعلم، فكيف هو يشتريها وهو لا يعلم عنها شيء؟ وليس هذا سلما، هذا كله كما قلنا في المسألة أن هي التجارة المنتهية بالتمليك. على ذلك أن هذه المعاملة المستحدثة كما قلنا بالتأجير التمويلي، نعم، هذا يعتبر التأجير التمويلي، هو المسألة كلها ليضمن البنك أن يكون ممولا لا يضيع عليه حقه. فاهم كيف؟ ده التحايل اللي بيفعله، لأن قلت أنا نظرية الغنم والغرم لا يدخل فيها البنك بحال من الأحوال. البنك لا يدخل في نظرية الغنم والغرم. البنك يدخل في الغنم، لا يدخل في الغنم والغرم. مسألة المخاطرة ملغية بالنسبة، إذا المخاطرة غير موجودة. المسألة أيضا زيادة، يعني زيادة على الربح ما لم يضمن. الأمر الآخر ومهم جدا أيضا هو مسألة الجهالة، التغرير. طب هو في المدة التي ينتهي منها عقد الإجارة كيف تكون حال السيارة؟ وكيف يكون البيع؟ قال دعك من البيع سأهب له إياه. هذا لو قلنا حقا الهبة ليست فيها شيء، لكن هذه هبة ملزمة، ولا يعرف الشرع أن الهبة تكون ملزمة. هبة ملزمة أو ملزمة، لأنهم يلزمون أصحابها أن يأتوا بما يملكون أصلا تمليكا لها كهبة متملكة. على العقود الإيجار المنتهى بالتمليك
في كثير من المعاصرين قالوا بجوازها، أنا أدين الله بأنها لا تجوز على ما بينت من الغرر الذي هو فيها، وأيضا من المخاطرة التي لا تدخل إلى درجة المقامرة ويدخل بمخاطرة على ما يستطيع به أن يتأكد أن المال لا ينقص درهم، ده لا ينقص درهم واحدا. عندنا مسألة أخرى، وهي المسألة هذه نختم بها درس اليوم، النت عندهم قاتل، نختم بها درس اليوم، هي مسألة المشاركة المتناقصة. وهذه أيضا المصارف الإسلامية تتعامل بها، المصارف الإسلامية تتعامل أيضا بهذه المشاركة المتناقصة. كلها البنوك الآن يخترعون اختراعات غريبة جدا لأسماء البنوك الإسلامية، ويعتمدون كلية في مسائل الترخيص بين المذاهب، الترخيص بين المذاهب. إذن هنا المشاركة المتناقصة تقوم هذه المعاملة على أساس اتفاق الطرفين على إحداث إنشاء شركة ملك بينهما في مشروع. شو إيش اللي بيحدث؟ البنك بيدي الفلوس كلها وبعدين يخرج واحدة واحدة، يعني يخرج ببطء رويدا رويدا، وبعدين في خروجه لا يريد أن يخسر المال الموجود شغال ويأخذ منه الربح، ربح صريح. فهذه المسألة انتبهوا لها جدا، أنه إيش بيفعل؟ بيصعد يمتلك المال، يريد أن يحافظ على ماله محافظة معينة، وأيضا يأخذ من المال ما يكون قسطا، والباقي يأخذ ربحا منه، ربا كما قلت. المفروض في التعاقد، إذا قلت في التخارج، من التخارج ماذا يحدث؟ كلية العمل يقف، لكن هو لا يريد ذلك، لا، ويأخذ ربع ويترك الربع شغال عشان يأخذ منه المال. فانظر، هي تقوم هذه المعاملة على أساس اتفاق إحداث شركة ملك بينهما في مشروع أو عقار أو غير ذلك، يشتريانه ثم إنهاءها بانتقال حصة أحد الشركين اللي هو المصرف الممول إلى الآخر عميل تدريجيا بعقود بيع مستقلة متعاقبة. وهذا كله كما قلت حتى لا يخسر فلسا واحدا ولا يدخل في مخاطرة، ويبقى ماله يدر ربحا عليه. في عقد تصيغ التمويل تعتمد على اشتراك المصرف مع أحد عملائه في شراء أصل من الأصول، يشترون أرضا، يشترون بيتا، يشترون دورا، ثم بيع حصته للعميل تدريجيا، الغرض منها أن تكون مخرجا شرعيا أو بديلا على القرض الربوي. وهذا الحق أنه ليس كذلك، يعني ليس كذلك، كيف يكون؟ عليكم السلام وبركاته. حيث يقدم المصرف بواسطتها الائتمان لعملائه على غير أساس الفائدة الربوية، الحق أن هي فائدة مقنعة كما قلت لكم، عندما يخرج بالربع ويترك الباقي يعمل يأخذ منه الأجر به، ثم يخرج بعد ذلك بالربع والباقي معه يعمل ويأخذ منه الأجر في ذلك. وهي تسمى، لأن مستحدثة، المشاركة المتناقصة بحسب المواطأة الممهدة لإبراميها من مجموعة عقود موعدات مترابطة. وهذه العقود كما قلنا وعود ملزمة على خلاف الجمهور، على خلاف قول الجمهور، فتكون هي أداء وظيفة تمويلية محددة تواضع طرفها على تركيبها بطرق، منها أولا اشتراك في شراء مشروع أرض زراعية كبيرة، بيوتات، نعم، يبقى الاشتراك تمويل إسلامي كما يقولون، مع الاشتراك مع الشريك الذي يأخذونه ويريد منهم القرض، لكن نقول بالشراكة. وعند الاشتراك يتوعد، هنا بقى خذ بقى هذه المسألة، يتوعد الطرفان، إيش المواعدة بينهم؟ هو المواطأة التي تكلمنا عنها في هذا الباب، المواعدة على الاشتراك، على الاشتراك في تأجير ما اشترى الطرف الثالث، يعني هو اشترى مصنع، اشترى بيتا، اشترى أرضا، يقولون نؤجرها لعمير، زيد وعمر اشترى بيتا، يؤجرها لعمير بحيث يستحق كل واحد منهما ما يقابل حصته فيش، فكل هذا يجوز أو الآن هذا ب60% هذا ب40%، أجرت المال الذي سيأتي بالإيجار من الإيجار كل شهر سيقسم ويوزع على الأسهم 60% و40%، أو على تأجير الطرف الممول وهو المقصود لذاته هنا، إن ما فيش طرف ثالث بيخش أصالة، لا يدخل طرف ثالث أصالة، التعامل على الطرفين التمويل والممول والممول له. يكون هنا البنك الذي اشترك على الأرض يقول للشريك اللي هو أراد القرض، يقول له أنا أؤجرك حصتي. ثانيا، على أن يقوم الشريك العميل بشراء حصة شريكه الممول تدريجيا بعقود متتالية بعد ما أجره. ليش أجره؟ ليش؟ عشان القروض التي تجر النفع، أجره ليأخذ منه الأجر، ربا مقنع. أجره يأخذ منه الأجر، جيد، ويتفق اتفاق مبرم أن يشتري حصته تدريجيا بعقود بيع متتالية،
وفق جدول زمني يتفقان عليه، وكلما زادت حصة العميل في المشروع أو العقار نقصت حصة الممول بقدر تلك الزيادة، يخرج ربع 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 ويأخذ طعام، وفي كل ذلك بيأخذ الأجر على هذا، ينقصها تبعا لها نسبة نصيبي في بدل الإيجار إلى أن يتم خروج الممول كلية وحلول العميل محله بالكامل في حصته من ذلك الملك اللي هو بينفرد بها الرجل الذي أراد القرض، لكنه قال له لا قرض، أشترك معك وأخرج تدريجيا، ويؤجل الطرفان الملك المشترك أو ممكن يؤجله إلى طرف ثالث بعقد إيجار مستقل، ويقتسمان الأجرة أيضا بحسب حصة كل واحد منهما على الأسهم. تبرم بين الشريك الممول والشريك العميل عقود مثالية لحصص الممول وفقا للأجال المتواعدة، يقول في شهر 5 أبيعك الربع الأول، في شهر 9 أبيعك الربع الثاني، في شهر 1 أبيعك الثالث إلى أن تنتهي حصته، حتى تتم نقل الملكية الكلية للممول بكاملها إلى العميل بموجب تلك العقود المترابطة أو العقود المتتالية المتواطئ عليها، المتفق عليها يعني المتواطئ عليها، وهذه صراحة من الأهمية بالمكان، المتواطئ عليها. في حالة وقوع تلف أو خسارة محل الشركة المتناقصة قبل انتهائها فإن الضمان يكون على الطرفين بحسب حصة كل واحد. هذا كالذر في الرماد، ذر في العين في الرماد. ليش؟ لأنه حتى لو حصل ضمان هو من الأول لما يقول له أبيع بيزيده في البيع، وحلو حصل ضمان هو بيخرج بالنصف ويترك النصف، فيكون هنا العيب الأكبر على من؟ على الذي طلب القرض، على الممول. وقد جرى العرف التجاري والمصرفي المعاصر على اعتبار المواطئة المتقدمة على إنشاء هذه المعاملة واجبة المراعاة، طبعا هو كما قلنا كالوعد الملزم، وذلك عدم قابلية تلك المنظومة المترابطة للتفكيك والتجزيء والتبديل باعتبارها موضوعة مصممة لأداء وظيفة تمويلية محدثة. طبعا فعلوا ذلك تحايلا على الربا، وهذه حيلة ظاهرة جدا على الربا، فلذلك لا تجوز، ويلفها وأساسها الغرر التغرير والجهالة في هذا الباب. كما تعتبر العودة تشمل عليها اتفاقياتها ملزمة للطرفين، إذا لم تكن كذلك شوف الإلزام هو كالوعد الملزم الذي تكلمنا عنه، لكان القصد والهدف من إبرامية احتمالية غير مؤكدة، ولأنه سيبقى البنك مخاطرا، والبنك هنا لب الموضوع في الحرمة رب الموضوع في الحرمة، ألا وهو أنه إيش؟ أنه لا يريد أن يخسر المسألة بأسرها على المكسب، لا يريد أن يخسر، فيكون ممولا ورابحا. فإذا هي هذا التعامل ممتاز، يبقى إذا هو لا يدخل في غنم المغرم، هو يريد الغنم ولا يخاطر، ما عندوش مخاطرة، المقامرة لا يدخل فيها، ما يدخل في مخاطرة ولا مقامرة، لذلك هذه هي تعاملات البنوك، هذه وحتى لو قلنا أن هذه التعاملات تعاملات للمصارف الإسلامية، هذه هي التعاملات للمصارف الإسلامية في هذا الباب، يبقى هذا الكلام على مسألة المباء الأبحاث بالعقود المركبة، يعني أوجدت لكم خالصها معتصرة، أسأل الله أن يكون قد ظهر ما فيها، وما أردت أن أوصله لكم في مسألة التعاقد، وإن كان بعض المعاصرين يمشي مثل هذه التعاقدات، لكنه بيمشيها كما قلنا على باب الحيلة الشرعية، الحيلة يجعلها في مصاف الحيل الشرعية وليست حيلة شرعية، لكن هو الحق أن المباحثات هذه هذه البحوث طيبة في أمر واحد، وهو تحقيق التقييد العام، هو أن الشرع إذا جاء بإغلاق باب لا يتركه مصادا أمام المكلفين حتى لا يضيق عليهم، إذ الأصل عدم التضييق، يفتح أبوابا أخرى كلها رأس مالها، قول النبي صلى الله عليه وسلم لبلال أوه عين الربا ردوه، بيع الجمع بالدراهم واشتري بالدراهم جنيبا، بيع الجمع بالدراهم واشتري بالدراهم جنيبا، مفهوم؟ أنا السؤال المطروح، لما البنوك لا تجعل وكالة لها؟ لما تجعل جراشا لها تشتري السيارات وتضعها، وأنا أيضا أساعدهم على عدم الخسارة، أن يشتروا هذه السيارات بخيار الشرط، لو جاء المشتري لم يشتري هو لا يخسر شأني، بعد شهر يرجعها، يعني جاء العميل الذي يريد السيارات هو البنك يملكها بخيار الشرط، ويجعل الشرط أيضا كما قلنا أن العلماء قالوا 3 أيام، وبعضهم قال شهرا، وبعضهم فتحها كالحنابلة،
بخيار الشرط، إن لم تبع رجع ردها. لكن الإشكال في الوسط هنا أنها لو تلفت أو حدث فيها شيء في وقت خيار في وقت الشرط، الضمان للبنك هو ما يريد يضمن كمان، يعني كمان ما يريد يضمن، يعني لا يريد أن يدخل بمخاطرة 1% حتى، ما يريد ذلك. هذه هي أم المعاملات للبنوك التي قد أضاعت الدنيا بأسرها واقتصاد الدنيا بأسره، ورأى الناس الويلات بسبب معاملات البنوك الربوية بالقروض الربوية التي أهلكت البشرية بأسرها. كل الدنيا تعاني من التراكم الاقتصادي والتضييع الاقتصادي بسبب هذا الربا، لأنه ما في نوع من الاستثمار، زيادة مع نقصان، والطبقية تزداد والأحقاد مع عدم البركة لحرب الله جل في علاه، فلا فائدة. فالبنوك سبب أساس، سبب رئيس في هدم كل اقتصاد البلاد والعباد. ده أنت يا رجل بعدما قلنا الأضلاع المرابحة تكون متوفرة، لا يرتدون أن يأتوا بإداري آخر يساعد بأنه يروح يشتري سيارة وينقلها وينقلها، فهم؟ عشان سيدفعون له راتبا آخر، وهذا الراتب سيقتص من الربح، فالربح أصلا يتعبهم أن يكون ضعيف. وهذا كله ويقولون خلاص خلي الإداري دوت لا يملك ولا هذا ولا جي، اتصل بالعميل يروح يأخذ السيارة ويمشي. مع ذلك أنه أصلا لربح دراهمات قليلة يفتحون باب الربح على الناس، ما عنده استثمار حقيقي. هو يميت الناس، ما يحيي الناس، يميت الاقتصاد ولا يحييه. تعامل الربوي البنكي يميت الاقتصاد إماتة تامة ولا يحييها. نيجي بقى على العوار اللي هو قاله نعيم الآن، ان البنك الدولي هو الذي الواصي عليها، هم لازم يضعوا على الاقل 25% من هذا المال في البنك المركزي، لازم. نعم لابد يلزموا، ولذلك نقول يعني الى الله المشتكى في هذا الباب. الناس لا يفقهون ويتعاملون هكذا، وبعدين تطلع لنا جماعة معينة طابور كامل، الله أعلم يفقهون أو لا يفقهون، لكنهم طابور كامل يبدأ يحلل ويبدأ يظهر للناس أن هذه ليس فيها ثمة شيء. المتشددون، المتغطرسون، المتفايقون هم الذين يفعلون ذلك، زي ما خرجوا علينا بالمذهبية، زي ما خرجوا علينا بمسألة التوسل ليس فيه شيء، وخرجوا علينا بعيد الميلاد ليس فيه شيء، وخرجوا علينا بعيد المولد النبوي ليس فيه شيء. نجمع على الخرافات التي تحدث في مثل هذه الأمور لعدم ضبط العلم، وهم يحفظونها فروعا ويقولون هذا هو العلم، وبعدين شغالين في الأفراح. هذه الجماعة بالذات لهم ناس أطراف كده شغالين في الأفراح. كيف الأفراح؟ الفرح والعرس لما بتدخله أنت، لما بيدخل رجل مهم له أموال طائلة بيدفعها كتير، فلازم يعملوا 2-3 يعني بالميكروفونات إذاعة وصلت لكوكب المشترى. دخل الرجل الكبير، دخل الرجل العظيم، دخل الجواد الكريم، وخذ من ذلك الثناءات. نفس الأمر، هذا أعلم أهل الأرض، هذا أعلم الكوكب، هذا أحفظ الناس، أين أنت من شأوي؟ والكلمات الكاذبة التي تحدث ترويجا لمن يرونه أنه منهم وأنه على شاكلتهم. والإنصاف عزيز، الدين لا يمكن أن ينتصر بذلك، والأزمات لا يمكن أن الاقتصادية أن تنتهي بوجود البنوك الربوية أبدا. ما هو الركود والكساد لما لهذا الذي بيناه الآن، مسألة أنه لا يريد أن يدخل في مسألة المخاطرة والغنى والغرب. التجارة النمو حقا الثمرة الموجودة غير موجودة، ما فيش أي أعمال ولا ثمرة تظهر إلا مسألة القرض والاقتراض، وينتهي الأمر بضغط على الناس والركوب عليهم، علو طبقة ونزول طبقة، ثم ذلك تدمير الحياة كلية، قلبيا ظاهرا وباطنا، قلبيا الأحقاد والحسد وطلب القتل وطلب السرقة وغير ذلك، وأيضا حقيقة في الواقع ظاهرا الدنيا بأسرها تتهدم فيها الاستثمارات ولا يكون فيها شيء من هذا الباب. نعم في أسئلة تفضلوا. سلفي رجاء المحاضرة تكون كاملة بحيث أنه عبد الرحمن يأخذها ويخرجها للإخوة هنا. الحرب من الله لا هوادة فيها. الله يغفر لنا جميعا. حفلة أيوة أبو فلان، هو بقى أبو فلان اللي احنا داخلين فيه ده يا أستاذ نعيم. وإحنا عندنا أنا سألت الناس بتوع الأفراح ما اسمه، عشان أنا أحب جدا التصور والتوصيف الشرعي الصحيح له. اسمه بيشوبش، اسمه إيش؟ يشوبش، ويدخل في الفرح ويقول بقى وصل زعيم ال زعيم الكوكب الفضائي مع كونان والجاسوسات السبع، وخليك بقى على ذلك، خذ إلى هذا المدح في هذا الباب. إلى الله المشتكى والإنصاف عزيز.
الله يرضى عنك سلفي. وسلفي والله الحمد منا المحاضرة صوتية مفرغة جاهزة لكم. الله يجعل مزح سنتهم. شكر الله لك هذا هذا والله هذا ما هو إلا 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 توفيق من الله. طيب إن شاء الله ندخل بعد المغرب على دروسنا اليومية، نبدأ بأصول الفقه في الموافقات. جزاكم الله خيرا، أحسن الله عليكم. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفر وأتوب إليك. المسلمون الفيدرال أن الفيدرالية الأمريكي ضخت 1 تريليون دولار من أزمة نيوتن لا ده لهدم الاقتصاد. هذا أمر مقصود لهدم الاقتصاد، والاقتصاد لا يمكن أن ينتعش، ولن ينتعش إلا بمنظومة علمية مبينة وفق الأصول الشرعية، وفق الأصول الشرعية لا يكون إلا. طيب جزاكم الله خيرا، أحسن الله عليكم. أستأذنكم الآن، الدروس إن شاء الله بعد المغرب يعني 5:10 بإذن الله نبدأ في الدروس التي هي اليومية. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الإخوة في الزوم، الإخوة إخوة اليمن، أبشركم خيرا، هنا أخونا الفاضل له اجتهاد الله تعالى موفقه والتوفيق من الله جل وعلا، فجهز المحاضرة كلها مفرغة وصوتية موجودة، ترفع على التليجرام، خذوها أنتم، عبد الرحمن يأخذها من على التليجرام يضعها عندكم في الزوم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أستأذنكم الآن. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً.